الدم. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باكي. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باكي. الله يعينك يا صابر. صابر طلع صابر نزل، قالوا خرج قالوا دخل، لكن على قول المثل من يشتي الحال صبر. يعني انت يا صابر اللي اصبر وصابر يا صابر. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باكي. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باكي. الله يعينك يا صابر. يا رحمة قلبي خرج، والهم فوقه ما انفرج. ما فيش غير الصبر حل، والصبر مفتاح الفرج. اصبر وصابر يا صابر. إذا راح أحسك معك أنا صابر. يا عربة أصبر صابر يا صابر، عسى وتفرج من بالك. 5 4 3 2 1. كريستيانو رونالدينا. الله أكبر. رايح تتسحب زي البسة الساعة؟ يوم ما بروح أساعد نافع في المطعم. وفديت قلبك أني يا روحي. الحمد لله يا رب صبرت ونلت، ربيتكم وتعبت، لكن طلعتوا لي رجال. الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم أبدا يا رب. من له حبيب لا تحرمه من حبيبة. ها إيش عاد قال الضابط؟ لفين وصلوا بالتحقيق؟ بدري المطبخ حلو. كل ما شاء الله. قل لي كم المتر؟ يا فندم انت ليش تحقق ولا تبلط؟ انا ايش اعرف؟ ايوه ايوه. قل لي ايش كمان سرق عليك؟ عصارة جزر وستة قلاصات ابو معتل. سجل عندك ايوه. هو كان معك بيت ولا ابو فيس؟ ستة قلاصات ابو ايش؟ ابو معتل. ابو معتل، منو هذا ابو معتل؟ منو؟ إرهابي. يا أخي قلش أدم بمعتك الله يحفظك. أدم خلي لنا حالنا. إرهابي مو أبو معتل، يعني أبو مكد. وليش ما تضبطه؟ شمال يضبطكم الاثنين يا فندم. أبو معتل أبو مكد أبو مكد أبو مزقر اللي زقروا كده. ما ممسك 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 ممسك. شوف شوف كبت غلط، كبت توه العدالة، وكبت نحرف في مجال التحقيق. شوف عاد اعترف يا أخي، هو أبو مزقر ولا أبو معتل ولا شوف اعترف اعترف يا فندم. انا اللي سرقوني مش انا اللي سرق. الله تعالى انا معتذر. ايوه صح صح. سجل عندك.
سته ابو معتل. ايوه واش كمان سرق عليك؟ وسرقوا علي طقم ساقات. طقم ايش؟ ساقات. طقم ساجات. طقم ايش الساجات هذا؟ ساقات حق طباخه. ساقات مقالي. مره ثانيه توه العدل. مرة ثانية بيصر انه يتوه العدلة. انا اسف ياخذ المقالي. انا اسف كل مقالي عادك بتقول ساجد مقالي حدد يبيض يسر فضي فضي فضي. سجل عندك؟ هذا فاضي والله. وايش كمان؟ وثلاجة 10 قدم ما يمليها. 10 ايش؟ 10 قدم ثلاجة 10 قدم. وايش صناعة؟ وليش يعني بتقول لي في اني اهوسر؟ اعلام ليش اعلان في المسلسل؟ اصيبه يا وجه اللي هي الله يلا اوف. مرحبا. ذكرت ايوه من عيني. طلبك موجود الان. ايش؟ حبتين دجاج، حبه دجاج، واثنين رز، ايوه واحد مشكل على طول مباشر. يلا الان. مع السلامه. نفتي يا ابو نفتي. الله ايوه. هذا استهتار، هذا استخفاف بالقانون. سجل عندك. سجل. ما سجل. سجل عندك. قررنا نحن بضبط اصحاب العربيات وكشت اصحاب البسطات وضبط المخالفين ومصادرتهم جميعا. يلا هيا نتحركهم، هيا نتحركهم كلنا. يلا فندم والعفش. ليش؟ العفش. يا الله احنا والعفش حقك، ما معنا الا العفش حقك. اسمع يا اخي، احنا سجل عندك، احنا عنا جهز لك العفش حقك وما يهمك ولا يهمك الا نرجع لك. ولا اقول لك لحظه اسمع. انتو شلوا الطقم الذي نازل وصير مع العسكر كلهم تمام، وتحرك لهم وتهم كلهم. يلا تحرك. طيب يا فندم ليش ما تخليهمش يتحركوا يجيبوا العفش حقي وابو الخير؟ يلقوا ابو الخير. ابو الخير يخرجوه من بين 26 مليون، ما بهلا ابو الخير واحد. كم يدوروا لك على ابو الخير في السجن المدني؟ كم 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 في ابو الخير؟ معانا اكثر من 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 سجل عندك؟ ملان. اكثر من ملان ابو الخير، اكثر من ملان ابو الخير. وانت شوف ولا يهمك ولا يهمك الا عفشك يرجع لك. يا فندم انا انطلع عندك عفشي لو ما رجعش عمتي شطين عيشتي والله ما شيق على زواجه. عمتي قد تدور لي معذور بس عشان تخرب الزواجه. أها. سجل عندك. عمته سجل عمته مية عم. عمته سجل عمته. ايوه عمته وبلا فخر عمته. اذا مش خايف سجل عندك. قررنا نحن خالته. قررنا نحن بتفتيش بيت عمته. ما دخل عمتي يا فندم. صلي على النبي. الله هذا الحمام يا فندم. هذا الحمام؟ ايه. ما فيش حاجة وأنا متأكد ولا شفت الصلحة. فتش. فتش. حمام. فتش. قال لك حمام. وهذا بيت منه؟ هذا بيت الكوماني، هذا قرص يا فندم. ها قرص. المراية مكسورة. المراية مكسورة، مكسر المراية. مكسر ايه؟ وهذا، شمعة. شمعة، يعني بيطفوا عندهم. لا عندكم يجلس راسي. معماضو يا فندم ما إليك من هذا الشيء تحصل على زينة أسألك بالله. وهذا إيش؟ هذا الديوان يا فندم. تفضل. الله 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 الله. تفضل تفضل. أني أم نافع اللي اسمي ضرب المثل على آخر عمري بيتي يتفتش من قبل الشرطة والبحث وده كله من تحت راسك يا صابر. الله يحرق قلبك. الشرطة تفتش بيتنا؟ ايوه
طب يما اتصل نافع يجي يشوف ايش فيه. لا اتصل نافع حرام يا بنتي، ما صدقنا انه صبت وظيفة بترجعي لي تعالى زي ما كان. يما خليها يستأذن حتى ساعة يجي يشوف ايش فيه. لا افهمي الكلام يا سعاد، الله لا فتح عليك يا صابر، الله يوريني فيك يوم يا صابر، ويا صابر يزيحك من طريقي الى يوم الدين. قولي امين. لا يما حرام عليك صابر. امير ايوه يا منافع، كم دخلك من البخور هذا؟ والله يا فندم دخلي من البخور الحمد لله كنا في نعمه، بس بعد ما دخل الدبور قفل الرزق من كل مكان. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا البخور انت بتشتريه وتبيعه ولا بتصلحيه في البيت؟ اولي يا فندم انا اطبخه. شم 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 يا فندم، ده بخور عرايسي شمم صاحبك. اسكتي نطعموه مشوه كدوم، هذا بخور بخور. وهذا الزباد يا فندم، وده خضرين، وده بخور كمان عرايسي رقم واحد للحبايب بس يعني. ها والله معانا برنامج حرف يمانية يا فندم، شوفوا لنا حق العفش. بعدين قولي لي يا منافع. ايوه فندم. انت قلتي ان زوجك مشوف البيت. وزوجك يعني ما مش، اذا فينه؟ فينه غايب؟ بعدين يا فندم انا ايش دخلني انا بالسؤال والجواب والتحقيقات دي كله وبحكاية شقة صابر وسرقته؟ أها وصلنا لطرف الخيط يا مخارج الخيوط يا رب. شوفي يا منافع، أصلاً صابر صهيرك يتهمك بأن أنت التي سرقت العفش. كيف؟ صابر؟ لحظة صلي على النبي يا فندم، أنا لا عشتي لا عفش ولا شيء، لا عدشتي عفش ولا عشتي حاجة، يكفي غسير يقول عفش حقي لا تخرف بيني من عمتي، أقسم بالله ما اتهمتك ولا حاجة يا عمة. وين ده؟ ادري. متى كانت الخطوبة؟ وهل؟ هل هذا السؤال إجباري ولا اختياري يا فندم؟ وهل هي مبنية على علاقة حب؟ بيننا علاقة حب، وبعدين هو أصلاً زميلي في العمل. ما شاء الله. كيف تتزوجي زميلك في العمل؟ زميلك الذي ما تعرفيه إلا في العمل، المفروض أن أنت تتزوجي إنسان معروف، إنسان معه مركز، إنسان محترم، إنسان أصلاً بيننا ثقة كبيرة. يا فندم، يا فندم ما دخلنا إحنا بالعجينة ذو العصيد، إحنا شي نعرف فين العفش. هل عظامك كانت العلاقة مبنية على ضغوط اجتماعية؟ برنامج الأسرة والمجتمع. يا فندم يا فندم، إحنا شي نعرف فين العفش حقي، وأنت من الصبح تركض تعصد. لبب توبي أشتي أخرج أشرب، ما قدرت لعب لعبوا زي الناس، ما لهم اليوم. أيوة أيوة حلو. أيوة لا عند ميسي، لا عند ميسي. على تن العفش، السرعة والروح الانتزارية والقتالية. هذه الصالة يا فندم. الله الله فندم، هذه الله الله يا ساتر. تفضل يا فندم. قلت لك والله ما بتحصل حاجة يا فندم، كله ضيع وقت بس. أكيد هذا الصالة صح؟ تفضل هذه الصالة. أيوة. يا الله الله يخليك. هذه الساعة أنا قد شفتها بس فين مدري؟ صار صابر الجزء الأول. أكيد. بس ما لها كذا جلسة 26. يعني إحنا نقوم بدري. فندم. أيوة. وهذا من هو؟ هذا المؤذن الأول. هذا المخرج. بس هذه غرفة من؟ هذه غرفة نافع. تفضل. تفضل. الله 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 الله. هذه غرفة نافع، وهذا دولاب نافع، وهذه منشفة نافع. يا سلام. وهذا سرير نافع. وهذا نافع في المطعم يشتغل. يا سلام. وهذا أكيد صاحب المطعم، هذا وزباين. يا سلام يا سلام. مطعم عندك نافع. مباراة البرشا. قل لي يا صبر. المدعو هذا اسمه نافع. فين يشتغل؟ في المطعم. فين حصله؟ جودك والنبي جودك في المطعم بتحصله. بحصله المطعم. شوف. سجل عندك، ايش اقرب لك؟ صهيري. صهيره، صهيره سجل عندك. امرنا نحن بضبط المدعو نافع من المطعم. جودك والنبي جودك. انت مدعو نافع، نافع دو قبك. قدامك. هذا نافع؟ هذا نافع. فندم. ما هو؟ هذا المبارح حق الفرشاء. شفتي يمه؟
أني كنت حاسة إنه ابنك نافع دا مش نافع بشي، لأنه راح شغله بالمطعم ولا أنه راح يوقف مع صابر. أو يما قهرني. تذكري لي الصابر دا مقلع يقلع من أمامي، وكلكم ونافعكم اللي مفلت لشغله وقال استفرق لي على ميسي. الله لفتح عليك يا ميسي، وريني فيك يوم يا ميسي يا رب يا رب. جوداك والنبي جوداك جوداك والنبي حارس. ايوه سبره صوت. هدا 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 لا تجنن. انا داري اني راح تشتكي لميسي. قول ايش خرق العفش. ياي اي نو علي النونو. قم اخرج قم اخرج. صص انا فاهم انا فاهم. على النونو ما بيلعبش في البرشا غبي، على النونو بيلعب في الريال. الحين كيف يا فندم؟ ها أخبرة يا جماعة. خلاص ماشي مشكلة. يتم تأجيل التحقيق إلى وقت قريب إن شاء الله. أنا عند الله وعندك يا فندم، أنا عند الله وعندك العفش حقيقي يكون بتاع يا فندم. يا نافع روح رص الماطور الله يخليك. يا سلام إضاءة الماطور حقكم قوية. كل ما شاء الله. وهذه مش العصار حقك؟ لا يا فندم هذه حق عمتي. ها؟ هذه حق عمتي. يعني مش حقك؟ لا مش حقك. متأكد؟ يا فندم صلي على النبي دي حق عمتي. يعني شوف صبر. إذا بيت عمك يعني بيضغطوا عليك عشان بيتزوجوك بنتهم ويشلوا عليك العفش والأثاث وكل حاجة. أعترف أنا أخوك. أنا زي أخوك. كلمني شوف ولا يهمك حاجة. أنت سرك في بير. شوف خلي كلمة مسألة الشرطة ومسألة التحقيق على جنب. اعتبرني اخوك الكبير. اعترف لي هذا العصر حقا. جوداك والنبي جوداك جوداك والنبي حارس. فندم هذه عصارة عمتي. انا عصارتي جديد بقراطيسي ما قفتك كاش. مش صعبة انهم يفكوا القرطاس حقك هذا القرطاس والكرتون ويستعملوها. صح ولا لا فندم؟ اها مو فندم. نعم حق العصارة استرقى الصبح اليوم. اها يا فندم من الصبح الناس قسرقوا العفش حقيقة يكونوا داب داخل الحدود، وأنت جالس تلوي لسع قبل مع صرا من غرفة لغرفة من مكان لمكان. هذه بكم شليته وهذه بكم اشتريته وهذه ما دخلنا من الخبر هذا يا فندم. اسمع يا فندم الله يفتح عليك خارجنا الله يخارجك. أقول لك اسمع يعني ما فيش معانا إلا العفش حقك. اسمع إحنا مسكنا قضايا كبيرة، قضايا مصارف، قضايا بنوك، قضايا شركات، ما معانا إلا حقك العفش. يا أخي احترم نفسك. جوداك والنبي جوداك. فندم اي اصحاب العمارة رجعوا يعمروا ثاني مرة اللي بدون ترخيص. حاضر حتى كل مرة ثانية تاخذ. شوف اكفزوا اصحاب العمارة ووقفوا العمال واسحبوا النيسة واسحبوا الحبال والياجر والبلوك. يلا يا فندم انا عند الله عندك. خلوا الناس يعمروا، خلوا اصحاب البساطة يبسطوا، خلوا ذم اللي يطلبوا الله يجلسوا يطلبوا الله على جهالهم. امسكوا الشرع، روحوا امسكوا الشراق اللي يسرقوا موالنا ويسرقوا الناس، وخلوا اللي يعمروا واللي يبسطوا. ما إليكم منهم. يعني انت هنا ما تستحيش على نفسك؟ يعني لا رحت شغلك ولا شيء تتبهدل؟ وما نقلش يمان انا مسيب لعملي. اصلا انا خليت ماهر يشغل حيز من الفراغ بدلي. وش على ماهر يمسك بدلك؟ امسك شغلك من نفسك، لا تخليش ماهر. ولكن يا ام العزيزه القسم البرشاوي والشرف البرشاوي لا يسمح لي ان انا اترك مباراه لميسي. لو كان عندك قطر الدم كنت انتبهت لمستقبلك مش مستقبل ميسي. الله يسامحك يا نافع، لا انك رحت عملك ولا انك وقفت مع صابر، وبعدين خليتني احنا نتبهدل دي البهدله بكله. وانا اشتخلني من خطيبش صابر. اسمع عادك بتهدر، قم اخرج شوف ايش يسوي الناس هناك داخل. قم ولا عاد الشي كلمة منك. الله بيهد ميسي وبرتاح منكم الاثنين. هيا امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. اهدأ يا صابر، احنا قد مسكنا خيوط القضية وحاولنا نجمع خيوط خيرات القضية. صح ولا يا الله احنا والخيوط يا مخارق الاخقاف. لا يا اخي فدم من اول انت تقول لي خيوط الناس يكونوا باعوا العفش باعوا الخيوط مع الخشب مع البلاستيك مع كل شيء. من هم الناس اللي سرقوا العفش يا فندم؟ من هم اللي سرقوه يا فندم؟ ابو الخير
أبو الخير، أبو الخير، هو ما معنا إلا أبو الخير، أنت عندك شك في واحد ثاني؟ أشك بك أنت، أنا بديت أشك بك. وأنا والكل بين أشك بك. شك بك أنا أشك بك. شوف يا سيد صابر. صابر صابر. إحنا 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 بمشيئة الله، بمشيئة الله ما دام عندنا وحيد محجوز في القسم، ما دام هو محجوز فهو أساس القضية وهو من خلاله اللي يعني القضية منه. لك الحمد ورحمن. صح. فعلاً. الحين يا فندم من عا خارجونا. اشتي فلوس صاحب المطعم هيطردني مستقبلي بهدد. اهدى اهدى ان شاء الله مستقبلك في خطأ في في خير ان شاء الله. لحظه لحظه مرحبا. ها ماهر امبا صابر نزل قالوا خرج قالوا دخل لكن على قول المثل من يشتي الحال صبر. يعني انت يا صابر اللي اصبر وصابر يا صابر. همي فوقه من فرج ما فيش غير الصبر حل والصبر مفتاح الفرج. اصبر وصابر يا صابر. اذا راح عكسك ما اقول انا صابر. اصبر وصابر يا صابر.